مدبولي يتفقد عددا من مشروعات صندوق التنمية الحضرية ويؤكد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمختلف الصناعات. مصر تؤكد أن جهودها للتوصل لهدنة في قطاع غزة تحظى بدعم دولي، وتشير إلى تحركاتها لتشكيل لجنة إسناد مجتمعي فلسطينية لإدارة شؤون القطاع. حزب الله يعلن استهداف 24 موقعاً عسكرياً لقوات الاحتلال، والجيش الإسرائيلي يرفع حالة تأهب في بعض المناطق. 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. أهلاً بكم. تفقد رئيس مجلس الوزراء عددا من مشروعات صندوق التنمية الحضرية، ومنها مشروع إنشاء مجمع الورش الحرفية والسكن البديل بمنطقة شمال الحرفيين بالدويقة بمحافظة القاهرة. وخلال الجولة التفقدية أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمختلف الصناعات خلال هذه المرحلة، ويأتي تنفيذ هذه المشروعات بمنطقة شمال الحرفيين بالدويقة بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تفقد رئيس مجلس الوزراء نموذجا لوحدة سكنية بالمشروع للوقوف على مستوى جودة الأعمال المنفذة، خاصة أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية والتنسيق العام للموقع، وكذلك نموذج لأحد المحال المخصصة للورش الحرفية بالممشى التجاري. كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومرافقه مشروع ألواح فيو بمدينة نصر، وذلك ضمن مشروعات صندوق التنمية الحضرية. في مستهل جولته بالمشروع أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على توفير وحدات سكنية متنوعة تلبي جميع احتياجات المواطنين وتناسب مختلف شرائح الدخل ضمن مخططات التنمية التي وضعتها الدولة، والتي تستهدف إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات بما يسهم في الارتقاء بجودة ونوعية الحياة للمواطنين. هذا وشهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاحتفالية التي أقامتها كلية الهندسة بجامعة القاهرة باليوبيل الذهبي بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، وذلك للاحتفاء بخريجيها للدفعات بين عامي 1969 و 1973. وشهدت الاحتفالية حضورا واسعا شمل عددا من كبار المسؤولين السابقين من المكرمين ضمن خريجي الكليات للدفعات بين عامي 1969 و 1973، في مقدمتهم رئيس الوزراء أو رئيساء الوزراء الأسبقين الدكتور أحمد نظيف والمهندس إبراهيم محلب وعدد من الوزراء والمحافظين السابقين والرؤساء السابقين لجامعة القاهرة. هذا إلى جانب الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة. وخلال كلمته في الاحتفالية أكد مدبولي أن القطاع الهندسي في مصر قطاع رائد، مشيرا إلى أن حركة التطور وتسارعها بصورة كبيرة تفرض على كليات الهندسة والكليات العلمية والتطبيقية أن تتواكب مع هذه السرعة في التطور والإنجاز. ونوه رئيس الوزراء إلى دور جامعة القاهرة التاريخي، والتي كانت دائما رمزا ومنارة للعلم وعنوانا لتقدم وريادة مصر. استضافت وزارة الداخلية على مدار 3 أيام اجتماعات الدورة 57 للمجلس التنفيذي والدورة 26 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية. يأتي ذلك في إطار الحرص على المشاركة الفاعلة في جميع أنشطة المنظمة منذ تأسيسها، وانطلاقا من دعم وزارة الداخلية للمنظمات الدولية الأمنية. استقبلت مصر وفود الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية المشاركين في اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعيات العامة للمنظمة
انطلاقا من حرص وزارة الداخلية على دعم الجهود الدولية في المجال الأمني وتفعيل التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة بما يحقق أعلى معدلات الأداء الأمني. على مدار 3 أيام تواصلت اجتماعات كل من الدورة 57 للمجلس التنفيذي والدورة 26 للجمعيات العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية، وذلك في إطار الحرص المصري على المشاركة الفاعلة في كافة أنشطة المنظمة منذ تأسيسها. فمصر من أوائل الدول الأعضاء المؤسسة للمنظمة وترأست أولى اجتماعات الجمعيات العامة لها عام 1966 في فرنسا. إنه من دواعي سرورنا أن تحتضن جمهورية مصر العربية فعاليات اجتماعية دورتين رقم 57 للمجلس التنفيذي ورقم 26 للجمعية العامة للمنظمة الدولية. ناقشت الاجتماعات سبل تعزيز قدرات الدول الأعضاء في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني لتمكينها من أداء دورها في حماية الأرواح والممتلكات. В рамках сегодняшних переговоров, вот буквально сейчас они закончились, мы договорились с египетской стороной о взаимном обучении и интересах. Donc à cette occasion, les autorités égyptiennes de protection civile partagent avec leurs homologues des autres États et particulièrement des autres pays africains. De remercier le gouvernement égyptien, en commençant par votre chef d'État, le président Al-Sisi, pour la parfaite organisation de cette conférence internationale. Je tiens avant tout à remercier les autorités égyptiennes pour l'accueil chaleureux réservé à ma délégation et à ma suite. الاجتماعات السنوية التي تعقدها المنظمة وتعقد للمرة الأولى في مصر شهدت تأكيداً ورغبة من المشاركين في تفعيل العلاقات الثنائية مع مصر للاستفادة من خبراتها التراكمية في مجال الحماية المدنية. We conduct several training. This year we have a one training, River Rescue Center, where we invited our member states from 7 countries, and we also memorandum of understanding with the Directorate of Civil Protection of Egypt to continue our work. هذه المهام تاعي هي تدعيم القدرات الخاصة بالدول الأعضاء وخاصة في أثناء القيام بدورة تكوينية في هذا المجال. It's a great honor for all of the participants, no matter they from different countries. And just to share their experiences and the expertise in the field of civil defense and civil protection as well as disaster management and emergency response. كان هناك تعاون بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية ممثلة في الأخوية اللي هي فريق البحث والإنقاذ. كان هناك إن شاء الله أتمنى يكون في هناك تبادل خبرات مع الإخوان في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية. qui sont accompagnés par le service de protection civile du Niger. Donc c'est une opportunité, en marge de ces travaux de l'Organisation internationale de la protection civile, de renforcer les liens avec la protection civile égyptienne. إشادة كبيرة من الوفود المشاركة بدقة التنظيم وحسن الاستقبال وكذا بالإسهامات المصرية في المنظمة الدولية للحماية المدنية وبالقدرات التدريبية التي تتمتع بها مصر وتستفيد منها المنظمة في عقد دورات تدريبية لكوادر الحماية المدنية بالدول الأعضاء في المعاهد التدريبية المصرية. ضيافة الكريمة لجمهورية مصر العربية وما لقيناه من ترحاب والحقيقة كرم الضيافة ما هو مستغرب من الأخوة في مصر. تم قبول عضوية دولة فلسطين في المجلس التنفيذي وهذا بطبيعة الحال سوف يعزز من مكانة دولة فلسطين في المحافل الدولية. أود أن أشكر جمهورية مصر العربية على استضافتها الدورة 57 للمجلس التنفيذي والدورة 26 جمعية عامة المنظمة الدولية للحماية المدنية وهذا منذ وصولنا على حفاوة الاستقبال. نشكر جمهورية مصر العربية في تنظيم هذه الدورة ونشكرهم على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة. عقد اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعيات العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية في مصر يعكس ثقة المنظمة الدولية وأعضائها في المنظومة الأمنية المصرية ذات العراقة والجاهزية والاحترافية في كافة مجالات العمل الأمني
وتأكيدا على المشاركة المصرية الفاعلة في كافة أنشطة المنظمة منذ تأسيسها. اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية هو تأكيد على الحرص المصري على المشاركة في كافة أنشطة المنظمة، وتأكيد على عراقة واحترافية أجهزة الأمن المصري في مجال الحماية المدنية وحماية الأرواح والممتلكات. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أفاد مصدر مسؤول أن مصر تواصل جهودها مع الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل لتهدئة بغزة والسماح بإدخال المساعدات، مشيرا إلى أن القاهرة تبذل جهودا مكثفة لعودة المسار التفاوضي المتوقف منذ يوليو الماضي. أكد المصدر أن الجهود المصرية تحظى بدعم دولي للتوصل لوقف إطلاق نار في غزة، رغم عدم رغبة أحد الطرفين للتجاوب مع تلك الجهود، مشيرا إلى أن اتصالات مصر المكثفة تأتي لحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار. وأكد المصدر المسؤول أن لقاء فتح وحماس في القاهرة يسعى إلى تحقيق الوحدة الفلسطينية وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحركتين أظهرتا المرونة والإيجابية تجاه إنشاء لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون القطاع. وأوضح المصدر أيضا أن لجنة الإسناد المجتمعي تتبع السلطة الفلسطينية وتتضمن شخصيات مستقلة. كما أكد المصدر أن فتح وحماس لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، منوها إلى أن لجنة الإسناد تصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتتحمل إدارة قطاع غزة. أجرى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي اتصالا مع وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة عبد الله اليحيى. تبادل الوزير عبد العاطي الرؤى مع نظيره الكويتي بشأن مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مستعرضا الجهود المصرية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية. كما استعرض وزير الخارجية جهود مصر للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان، مؤكدا ضرورة العمل على تخفيف حدة التوتر المتصاعد في المنطقة. أكد مدير مكتب برنامج الأغذية العالمية في برلين أن البرنامج لا يمكن أن يحل محل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في قطاع غزة. أوضح أيضا أن الأونروا تطلع بمهام أساسية لا يستطيع البرنامج تنفيذها كإدارة ملاجئ الطوارئ والمدارس والمراكز الصحية. وأشار إلى أن الأونروا تعتبر هي العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في غزة، حيث تقدم الغذاء والحماية والرعاية الطبية للسكان الذين يعانون من ظروف غير إنسانية. وأكد أن الأوضاع الإنسانية في غزة تتطلب استجابة شاملة، مشددا على أن حظر الأونروا سيؤدي إلى حرمان الأهالي من آخر مواردهم في ظل الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023. معاناة في كل تفاصيل الحياة، هكذا يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة مأساة يومية لا تنتهي منذ بدء العدوان في أكتوبر من عام 2023. ونتيجة لتردي الأوضاع الصحية وانعدام الغذاء وأسس النظافة، عاد مرض شلل الأطفال للتفشي مرة أخرى. وسط ظروف بالغة الصعوبة، يحاول المسؤولون عن الصحة بالقطاع تطعيم الأطفال رغم القصف المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. We'll be right back.
كان لازمة العامل اصلا اللي هو لكل اطفال قطاع غزة بنفس الوقت، لكن بسبب العملية طبعا انه احنا بنعمل بس في منطقة غزة كمدينة غزة، وتم تأجيل اللي هو منطقة الشمال. طبعا هذا يؤثر جدا على التطعيمات وعلى نوعية التطعيم وعلى كفاءة التطعيم. يعني لو كان احنا بنحكي عن نسبة 90 او 95% نجاح، اليوم نحكي عن اقل من 70% نجاح بسبب انه منطقة الشمال غير مشمولة. وانا ضلتني هان في شمال غزة انا واطفالي، وجيت هان اطعم اطفالي تطعيم شلل الاطفال. كان المفروض ياخذوه قبل شهر بسبب العدوان والحصار اللي في شمال غزة، تأخر شهر، ونأمل إن شاء الله إنه يكون يحمي الأطفال من شلل الأطفال. قال سفير اليابان لدى دولة فلسطين يوئيتشي ناكاشيما إن اليابان تدرس إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. أضاف ناكاشيما أن المجتمع الدولي مقتنع أنه لا حل سوى بوجود دولتين فلسطينية وإسرائيلية، مشيرا إلى الازدياد الملحوظ بعدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، ما ساهم في وجود رغبة أكبر لدى دول العالم في تحقيق مبدأ حل الدولتين. أنا أعتقد هناك دافع لممكن رغبة، هناك حماية جدوى حل دولتين في ظل هذا الظروف، وكذلك يعني تصرفات إسرائيلية يعني كثير منها وهذه الجانب هاي يعني تمس إمكانية حدوث مثل هذا الإقامة دولة فلسطينية. لذلك ولكن يعني في هاي الاعتراف يعني دولة ما، هذا تخص بسيادة قرار سيادي لكل الدول. حاليا اليابان لم تعترف بعد بها، ولكن نحن ننظر إلى هذه المسألة من جوانب مختلفة، بما فيها يعني هل هذا من كيفية ممكن تساهم ومساهمة في يعني السلام، نعم تحقيق السلام، أو يعني طريق إلى يعني حل دولتي. أعلن حزب الله أنه استهدف اليوم 24 هدفا عسكريا لقوات الاحتلال، من بينها قاعدة زوفلون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية نوعية. كما أعلن الحزب أنه شن هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة باماخيم الجوية التي تحتوي على مركز أبحاث عسكري ورادار لمنظومة حيتس جنوب تل أبيب. كما أكد أيضا أنه قصف وللمرة الأولى الفوج اللوجستي الإقليمي في قاعدة مسغاف الإسرائيلية شمال شرق مدينة حيفا، فضلا عن استهداف تجمعات لقوات الاحتلال. كان حزب الله قد أعلن في وقت سابق من اليوم قصف مناطق تل أبيب وحيفا وعكا ونهاريا ومستوطنات قرب صفد والجليل. في المقابل أعلنت سلطات الاحتلال إصابة 19 مستوطنا جراء سقوط صواريخ في وسط إسرائيل. هذا وقد أعلن جيش الاحتلال رفع مستوى التأهب في منطقتي الجليل الأدنى وجنوب الجولان من جزئي إلى كلي. كما أكد جيش الاحتلال أن التعليمات المتعلقة بقيادة الجبهة الداخلية وسعت القيود على التجمعات، مشيرا إلى السماح بتجمعات تصل إلى 2000 شخص في بعض التجمعات السكنية. وتعكس هذه الخطوة المخاوف الأمنية المتزايدة في وقت تشتد فيه الأعمال القتالية بين القوات الإسرائيلية وحزب الله اللبناني، فضلا عن زيادة مستوى التأهب في مناطق بعينها مع فرض قيود على بعض الأنشطة العامة. إلى ذلك دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى تحقيقات عاجلة في خطف مواطن لبناني يدعى عماد من جانب قوات الاحتلال خلال عملية في لبنان. يأتي ذلك بعد أن نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي قوله إن البحرية الإسرائيلية قد أسرت عضوا كبيرا في القوة البحرية لجماعة حزب الله يدعى عماد أمهز في عملية بشمال لبنان. أوضح مصدر أمني أن ما يشتبه أنها قوة بحرية إسرائيلية قد نزلت في بلدة البترون الساحلية بشمال لبنان في ساعة مبكرة،
وأوضحت مصادر صحفية لبنانية أن قوة قوامها أكثر من 25 جندياً من البحارة والغواصين نفذت إنزالاً بحرياً على شاطئ الباترون وانتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى مبنى قريب من الشاطئ حيث اختطفت المواطنة اللبنانية. قال قائد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة اليونيفيل جان بيير لاكروا أن قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان شدد قائد اليونيفيل على أهمية استمرار القوة الأممية في أداء مهامها، مشيرا إلى أن رحيل قوات حفظ السلام سيعني على الأرجح سيطرة أحد الطرفين المتحاربين على منشآت الأمم المتحدة. لقد حان الوقت لوقف إطلاق النار في لبنان، هذا واضح تماما، ونعم هناك جهود دبلوماسية لتحقيق هذا الهدف. لست متأكدا من أننا وصلنا إلى هذه النقطة بعد بالنظر إلى التصريحات الأخيرة الصادرة عن مختلف الأطراف، لكن تلك الجهود مهمة جدا، نحن ندعمهم. إن جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل باقون وهم صامدون على الخط، وهم مصممون على مواصلة القيام بما تم تكليفهم به. الأمر المهم للغاية هو أن قوات حفظ السلام اليونيفيل تحظى بدعم ساحق من الدول الأعضاء. نشرتنا تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. قبل أيام من الانتخابات الأمريكية، ترامب وهاريس يواصلان حملاتهما الدعائية بالولايات المتأرجحة. نظم مرشحا الرئاسة الأمريكية الديمقراطية كاميلا هاريس والجمهوري دونالد ترامب مؤتمرات جماهيرية في ولاية كارولاينا الشمالية، وذلك لمحاولة الفوز بدعم الولاية المتأرجحة في جنوب شرق البلاد. وتمثل الزيارة رابع يوم على التوالي تزور فيه نائبة الرئيس والرئيس السابق ترامب الولاية بنفسها في اليوم ذاته، مما يبرز الأهمية الكبيرة للسبع ولايات المتأرجحة أو من المرجح أن تحسم الانتخابات والتي ستظهر استطلاعات الرأي فيها احتدام المنافسة. ودعت كارولاينا الشمالية ترامب في 2020، لكنها انتخبت حاكما ديمقراطيا في اليوم نفسه، مما يمنح أملا لكلا الحزبين. مع قرب انطلاق انتخابات الرئاسة الأمريكية والمقررة الثلاثاء القادم، تتزايد حالة الاستقطاب وتبادل الاتهامات بين المرشحين دونالد ترامب وكاميلا هاريس إلى جانب محاولة استمالة الناخبين. هذا ويغازل المرشحان الجالية العربية والإسلامية من أجل التصويت لصالح كل منهما في الانتخابات الأمريكية. يعني الجيل العربي شو ما كانت الظروف الصعبة اللي عم نمر فيها بهالوقت الحالي، ندعم كل الجيل العربي انه تنتخب وتختار المرشح اللي هي عايزاه لحتى يبين تأثيرها السياسي، وان شاء الله انه بتكون الانتخابات على ما يرام بهالسنة، لانه اصعب وضع هذه الانتخابات اكثر من السنين الماضية. مشاركة الجالية العربية الاسلامية في امريكا مهمة جدا، لكي يكون صوتنا مسموع ونعطي بصمتنا ونعطي رأينا في هذا البلد. وللمزيد من المتابعة حول تواصل حملات مرشحي الرئاسة الأمريكية، معنا من نيويورك مباشرة موفد التلفزيون المصري مصطفى ميزار. مصطفى، هل لك أن تنقل لنا تفاصيل الصورة لديك في ظل احتدام المنافسة بين المرشحين؟ تحية لك أولا ريهام الديب وللسادة المشاهدين ومشاهدي التلفزيون المصري. ثلاثة أيام تفصلنا ريهام عن هذه الانتخابات، تلك الانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، والتي تأتي في ظل صراعات وحروب دولية ليس لها حدود، من حروب في الشرق الأوسط وفي آسيا وصراعات محتدمة، بالإضافة إلى صراعات ونقاشات واستقطابات واتهامات أيضا في الداخل الأمريكي. ريهام، ميزة أو عنوان عنوانت به فاينانشال تايمز الأمريكية العنوان الرئيسي والمنشط الرئيسي عنها، وهي أن أمريكا على طول تاريخها
والممتد ل 250 عاما منذ استقلالها، وهي لديها ميزة تنافسية ليست موجودة ولم تحصل في أي مكان آخر، وهي الانتقال الثالث للسلطة دون يعني ربما إنجاز التعبير دون مؤامات أو دون صراعات أو دون اشتباكات أو دون عنف على الإطلاق. هذه الميزة ربما تهدد الآن بأنه سيتوقف أمر الانتخابات عندما يرفض أحد المرشحين الانتخابات الرئاسية، ما سيكون أو ما ستكون عليه النتيجة. هذه في البداية ريهام، لكن دعيني أتحدث معك عن الاستقطابات والاتهامات في الداخل الأمريكي ومغازلة الجاليات المسلمة والجاليات العربية بالإضافة إلى الجاليات الأخرى. الانتخابات الأمريكية يتبقى عليها 3 أيام وسيكون يوم الحسم يوم الثلاثاء القادم. هناك ولايات متأرجحة ربما ستحدد مصير هذه الانتخابات، وربما الولاية الأهم في ال7 ولايات المتأرجحة هي ولاية بنسلفانيا والتي ستحدد مصير المرشح ومن سيجلس على الكرسي البيضاوي في البيت الأبيض بعد أيام قليلة. لكن على كل أحوال ريهام، النقاشات وما يدور وما يستتبع أن يكون حاضراً في الذهن الأمريكي هو ملفات غاية في الأهمية. نبدأ بهذه الملفات. الملف المتعلق بالدين الداخلي والتي تخطى مليارات الدولارات، وهذا تحدث عنه المرشح الرئاسي دونالد ترامب وتحدثت عنه أيضاً هاريس. لكن الشاهد في هذا الموضوع ريهام أن المرشح الرئاسي دونالد ترامب هو يعني جمله قصيرة ومحددة وبها وضوح كثير ولا تحتمل أي أشياء مختلفة أو متنوعة، لكن يعني متحدثة أو يعني أحدى الناخبات تتحدث وتقول ترامب، المرشح الرئاسي ترامب يتحدث عن أنه فور انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية سيعمل على وقف الحروب ليس في الشرق الأوسط فحسب، ولكن أيضا الحرب الروسية الأوكرانية والتي امتدت لأكثر من 2 عامين وتحديدا من عام 2022 وحتى الآن. قال أن هذه الحرب ستنتهي فور انتخابه وفور وصوله إلى البيت الأبيض مباشرة. نعم. تحدث أيضا عن الحفاظ على النوع وهو قضية المثلية الجنسية هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، قال أن هذا الأمر يخالف الفطرة السوية والفطرة السليمة للبشر. تحدث أيضا عن قضية غير وقال أن الولايات المتحدة الأمريكية محتلة من قبل المهاجرين. تحدث أيضا عن الاقتصاد، عن أن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية في قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، وقال أنه سيعمل على وقف انهيار الاقتصاد الأمريكي وسيفرض رسوم على الواردات الأمريكية سيفرض رسوما على الواردات داخل الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 20% على كل الدول، وسيفرض ما يقرب من 60% كضرائب ورسوم جمركية على الواردات من الصين. نعم، أشكرك جزيل الشكر مصطفى ميزار موفد التلفزيون المصري إلى نيويورك، شكرا جزيلا على هذه التغطية الوافية مصطفى. هذا وتنتهي اليوم عمليات التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية والتي تجرى قبل موعدها الثلاثاء القادم، حيث أدلى ما يزيد عن 70 مليون ناخب أمريكي بأصواتهم في الانتخابات المبكرة، وهو دون معدل قياسي للتصويت المبكر لعام 2020 خلال جائحة كورونا، لكنه لا يزال يشير إلى ارتفاع مستوى إقبال الناخبين، ويبلغ عدد الناخبين في الولايات المتحدة 244 مليون ناخب، حيث وصلت نسب إقبال الأمريكيين على التصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 لأرقام قياسية بلغت 66.6%، أي ما يقرب من 159 مليون شخص. يترقب العالم والأوساط السياسية الدولية ما ستسفر الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 5 من شهر نوفمبر الجاري. وبسبب التقارب بين المرشحين الرئيسيين ترامب وهاريس، يركز كل منهما الآن على الولايات المتأرجحة، حيث يمضي المرشحان معظم الأيام الأخيرة في استمالة الناخبين في هذه الولايات. الطريق إلى البيت الأبيض يمر بولايات عدة من أهمها ويسكونسن إحدى الولايات المتأرجحة والتي استضافت تجمعين انتخابيين للجمهوري ترامب والديمقراطية هاريس في مقاطعة ميلوكي. المقاطعة تعد موطنا لأغلبية أصوات الديمقراطيين، لكن ضواحيها المحافظة يعيش فيها معظم الجمهوريين، وهي منطقة حاسمة بالنسبة لترامب الذي يحاول استعادة الولاية التي فاز بها بفارق ضئيل في عام 2016 وخسرها في عام 2016
2020، وويسكونسن إلى جانب ميتشيغان وبنسلفانيا تشكل ما يطلق عليه الديمقراطيون الجدار الأزرق، إذ تعتبر معاقل تاريخية للحزب الديمقراطي. وفي حديثها ركزت هاريس على قضايا الشارع الأمريكي من توفير السكن وخفض أسعار السلع والاستثمار في الشركات الصغيرة. ترامب وهاريس تحدثا عن ملف الشرق الأوسط في مغازلة للصوت العربي، حيث أكدت هاريس التزامها بحل الدولتين ووقف إطلاق النار. أما ترامب فقال إنه في محادثته الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد على تحقيق السلام في الشرق الأوسط حال فوزه. استطلاعات الرأي التي أجريت في الأيام الأخيرة تشير إلى أن التصويت المبكر يسجل أرقاما قياسية هذا العام، وفيما يتوقع أن يتجاوز عدد الذين أدلوا بأصواتهم 60 مليون شخص. أظهرت الاستطلاعات تقدم هاريس بنسبة كبيرة بين الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بالفعل، على الرغم من ارتفاع عدد الجمهوريين الذين صوتوا مبكرا. وتشير تلك الأرقام إلى أن هاريس ستدخل يوم الانتخابات في 5 نوفمبر بفارق كبير، ومع اقتراب السباق المحموم من نهايته تتوصل الاستعدادات لتأمينه، خاصة بعد الإشارة إلى معلومات ومخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف ذات صلة بانتخابات 2024. وقال حاكم ولاية واشنطن إنه يجهز بعض أفراد الحرس الوطني ليكونوا على أهبة الاستعداد للتدخل، وتعد الولاية واحدة من 2 شهدتا إضراما للنيران في صناديق الاقتراع الأسبوع الماضي بمدينة فانكوفر. عودة مرة أخرى إلى احتفالية كلية الهندسة جامعة القاهرة، والتي شهدها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي احتفالا باليوبيل الذهبي بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة للاحتفاء بخريجيها للدفعات بين عامي 1969 و1973. شهدت الاحتفالية حضورا واسع نطاق شمل عددا من كبار المسؤولين السابقين من المكرمين ضمن خريجي الكلية للدفعات بين عامي 69 و73، في مقدمتهم رئيساء الوزراء الأسبقين الدكتور أحمد نظيف والمهندس إبراهيم محلب، وعدد من الوزراء والمحافظين السابقين والرؤساء السابقين لجامعة القاهرة. هذا إلى جانب الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة. وخلال كلمته في الاحتفالية أكد رئيس الوزراء أن القطاع الهندسي في مصر قطاع رائد، مشيرا إلى أن حركة التطور وتسارعها بصورة كبيرة تفرض على كليات الهندسة والكليات العملية والتطبيقية أن تتواكب مع هذه السرعة في التطور والإنجاز. ونوه مدبولي إلى دور جامعة القاهرة التاريخي، والتي كانت دائما رمزا ومنارة للعلم وعنوانا لتقدم وريادة مصر. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامنا مع تطوير المنطقة. أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن هناك تعاونا مستمرا ومشتركا مع الدير، بما يعكس دعم الجهود المبذولة لحماية التراث الديني والثقافي للدير باعتباره رمزا دينيا وتاريخيا هاما، موضحا أنه يتم حاليا تطوير منطقة سانت كاترين بأكملها، سعيا لتقديم هذه البقعة المقدسة في أبهى صورة لها، تقديرا لقيمتها الروحية ولجعلها مزارا سياحيا عالميا. عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار اجتماعا مع ممثلي شركة ميدوك لبحث سبل التعاون في مجال رقمنة السجلات الطبية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للدخول في العصر الرقمي. وذلك خلال الاجتماع الذي استمع فيه الوزير إلى عرض مفصل عن شركة ميدوك، وهي إحدى الشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا الصحية من خلال رقمنة السجلات الطبية وإدخال الذكاء الاصطناعي في المنظومة الصحية والربط بين شركات التأمين والمرضى ومقدمي الخدمة الطبية. تفقدت وزيرة التنمية المحلية منال عوض اللمسات النهائية للاستعدادات الجارية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية لاستضافة المنتدى الحضري العالمي والمقرر في 4 نوفمبر الجاري. تجولت وزيرة التنمية المحلية ومرافقوها بالمعرض المصاحب للمنتدى الحضري، والذي تشارك به 52 دولة، بالإضافة إلى 115 عارضا من المنظمات الدولية والمحلية. وكذا الجناح المصري الذي يضم الجهات
الجهات والوزارات المصرية وكذلك مختلف القاعات والأجنحة الخاصة باستضافة الفعاليات والجلسات المصاحبة للمنتدى الحضري العالمي ومقر الجناح الوطني لمصر. والآن نتحول في نشرتنا إلى أخبار الاقتصاد. أهم أخبار المال والأعمال مع محمد عبد الله. تفضل محمد. شكرا إيهام وشكرا هبة. ومشاهدينا إلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. قالت وكالة برومبيرج الأمريكية إن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر الائتماني للمرة الأولى منذ عام 2019 يعد أحدث دفعة للاقتصاد المصري وجنيا لثمار الإصلاحات المالية. وأرجعت وكالة فيتش التغيير إلى انخفاض المخاطر الخارجية وتعديل السياسات وتجديد الاحتياطيات الخارجية وتدفقات رأس المال الجديدة وسعر الصرف الأكثر مرونة. جدد ممثلو منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية التزامهم بدعم رؤية الحكومة المصرية وتوجهاتها نحو تعزيز التنمية الاقتصادية وترسيخ دعائم استقرار الاقتصاد الكلي. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط مع المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا وممثلي نحو 20 وكالة ومنظمة أممية بالإضافة إلى ممثلي البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، حيث شهد اللقاء استعراضا لإطار التنمية الاقتصادية وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري ومناقشة الأولويات المستقبلية لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية. أعلن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي عن إطلاق الجهاز برنامجا تمويليا جديدا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو بهدف يهدف إلى دعم الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية في مصر. وأشار رحمي إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص الجهاز على تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير هذه المنتجات بأسعار تنافسية لكافة المشروعات الزراعية والصناعية والإنتاجية التي يمكن أن تستفيد من الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي لتكون صديقة للبيئة وفي نفس الوقت تساهم في تقليل الانبعاثات الحرارية. بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت مع جيم ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر والوفد المرافق له، بحثوا توطين صناعة المهمات ووسائل الاتصال والتكامل بين العدادات لصاحب الحساب الطاقة وكشف التلاعب في معدلات الاستهلاك. وأوضحت وزارة الكهرباء في بيان لها أن وزير الكهرباء والطاقة بحث أيضا مع مسؤول الشركة تدعيم التعاون القائم في تكنولوجيا المعلومات لشبكة الكهرباء لحساب الفقد ومواصلة العمل على بناء شبكة ذكية ومرنة وآمنة لتحقيق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.
قام وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي بزيارة لشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيميائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيميائية والواقعة بمدينة طلخة بمحافظة الدقهلية. عقد الوزير ومحافظ الدقهلية طارق مرزوق لقاء مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات والرؤى بشأن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ومشروعاتها. وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام أن شركة الدلتا للأسمدة تعد من الصروح الصناعية التابعة لقطاع الأعمال العام، وأن الوزارة حريصة على إحياء وتحديث الشركة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد تقارير أفادت بأن إيران تستعد لشن ضربة للرد على إسرائيل خلال الأيام المقبلة، لكن الإنتاج الأمريكي القياسي أثر على الأسعار، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.4% لتبلغ 73 دولار و10 سنتات للبرميل. وزادت العقود الآجلة للخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.3% لتبلغ 69 دولار و49 سنتا للبرميل. وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.44% لتبلغ $2.22 سنتا للتر في المقابل. تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.63% لتبلغ $2.66 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت وزارة النفط العراقية خفض إنتاجها النفطي إلى 3.3 مليون برميل يوميا تماشيا مع التزاماتها بتخفيض الإنتاج ضمن تحالف أوبك بلس. وأضافت الوزارة أن الخفض سيستمر خلال الأشهر المقبلة لضمان بقاء الإنتاج ضمن الحدود المتفق عليها وتعويض الفائض المنتج في الأشهر الماضية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية. نهاية أخبار الاقتصاد. من جديد أعود إلى ريهام وهبة. أشكرك محمد. أعلنت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي أن بلادها ستواصل تعزيز قدراتها النووية. جاء ذلك في أعقاب الإدانات الدولية التي أثارها اختبار الإطلاق الذي أجرته بيونغ يانغ مؤخرا لصاروخ باليستي عابر للقارات. عودة لملف الانتخابات الأمريكية، وينضم إلينا مباشرة من ولاية ماريلاند الأمريكية عمرو عبد المجيد مراسل التلفزيون المصري. عمرو، السباق يحتدم وأيام قليلة تفصلنا عن من سيجلس داخل البيت الأبيض، ضعني في الصورة لديك. We'll be right back.
وعلى ما يبدو أن كل مرشح يحاول كسب الأصوات في الأيام الأخيرة بل ولحظات، ونعرف من سيحكم الولايات المتحدة الأمريكية، هاريس أم ترامب؟ عمرو عبد المجيد موفد التلفزيون المصري من ولاية ماريلاند الأمريكية. عمرو، ضعني في صورة اللحظات الأخيرة، وعلى أي الأوتار يتحدث كل مرشح في هذه الأيام التي تفصلنا عن الجلوس على مقعد البيت الأبيض؟ طيب، تحديدا ولايه ماريلاند هي من الولايات الزرقاء دائما ما تصوت في الانتخابات الرئاسيه لصالح الديمقراطيين، لكن بالطبع هذه الفتره تحديدا يحاول كل مرشح سواء ترامب او هاريس للعب على اوتار الناخبين حول عدد من القضايا طبعا التي تهم كل ولايه تحديدا، فكل ولايه لها طابع خاص، وكل ولايه ربما تصوت بشكل يتناسب مع الشكل الخاص بها ومع القضايا التي تشغلهم بشكل واضح. ولايه ماريلاند دائما ما تصوت بالشكل الازرق منذ سنوات طويله، وهي ولايه ديمقراطيه، لكن هذه الايام يحاول ترامب كسب بعض الاصوات في ولايه ماريلاند تحديدا، وهي احد الولايات الهامه ايضا في الانتخابات الرئاسيه الامريكيه، لكن هذه الولايه لم تصوت للجمهوريين منذ زمن طويل، بالرغم من ان هذه الولايه تصوت في الانتخابات النيابيه او انتخابات الكونغرس للجمهوريين حتى لا تكون الاداره دائما ديمقراطيه داخل الولايه، وبالتالي تكون دائما زرقاء، لكن هذه الولايه تحديدا في هذه الفتره يمكن تتارجح لصالح الجمهوريين بشكل واضح في الانتخابات النيابيه او انتخابات الكونغرس، لكن الانتخابات الرئاسيه ربما بهذا الشكل او اذا صارت بهذا النهج المعروف فتسير دائما تجاه الاتجاه الازرق او تجاه الديمقراطيين تحديدا في هذه الفتره. قضايا مهمه جدا بتشغل الشارع الامريكي وتشغل ايضا ولايه ميريلاند، ومنها طبعا القضايا الداخليه مثل قضيه الضرائب وقضيه القضايا التجاريه او التعامل الاقتصادي، قضايا الهجره، وكذلك القضيه الهامه هي قضايا او قضيه الاضطهاد تحديدا، وهذه ابرز القضايا التي تهم هذه الولايه وعدد من الولايات ذات الحوائط الزرقاء كما يطلقون عليها. قضيه الاضطهاد تحديدا هي قضيه جدليه وخلافيه في الولايات المتحده الامريكيه، ويمكن هذه القضيه دائما الديمقراطيين بهم سهوله شديده او لين شديد في هذه القضيه، وليس عندهم ثمه مشكلات في هذا الموضوع، لكن الجمهوريين يميلون اكثر تشددا تجاه قضايا الاجهاض تحديدا، وهذا ما يجعل بعض الولايات ومنها ولايه ميريلاند تعزف عن التصويت لصالح الديمقراطيين. لكن على كل حال المتابعين للشان الامريكي والمحللين السياسيين يرون ان الولايات المترجحه ستكون لها الكلام الفصل في هذه الانتخابات، وهي سبعه ولايات، وربما ابرزها على الاطلاق تكون ولايه بنسلفانيا، وهي التي تتمتع ب 19 صوتا في المجمع الانتخابي، وتكون حاسمه بشكل واضح خلال الفتره القادمه. فعلى كل حال الاوضاع والاراء السياسيه والمتابعين للشان السياسي في الولايات المتحده الامريكيه، التقارب شديد ما بين كامالا هاريس وبين الرئيس السابق دونالد ترامب في هذه الانتخابات، لا نستطيع التكهن اطلاقا باي موضوعات او من سيكون سيد البيت الابيض خلال الفتره القادمه، لكن الاوضاع مع قرب الانتخابات المتحده تزداد سخونه وتزداد بالطبع التصويت لصالح من سيكون سيد البيت الابيض خلال الفتره القادمه. سلام. نعم، عمرو عبد المجيد موفد التلفزيون المصري إلى ولاية ماريلاند الأمريكية، متابعا لعملية الانتخابات الأمريكية. أشكرك جزيل الشكر. ونتحول الآن في نشرة التاسعة لأهم أنباء الرياضة. محمد عبد الله ووقفة رياضية. شكرا هبة وشكرا لهام. إلى أخبار الكرة والملاعب، أخبار الرياضة. يلتقي الآن النادي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وتشير النتيجة حتى الآن إلى تقدم الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف. كان الأهلي قد استطاع الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما خلال شهر أكتوبر الماضي ببطولة السوبر المصري. في مباراة أخرى بالدوري، تعادل الإسماعيلي مع ضيفي غزل المحلة دون أهداف ضمن منافسات الجولة الأولى، وشهدت الجولة الأولى أربع تعادلات حتى الآن بين الجونة وزد والإسماعيلي والمحلة ومودرن سبورت وإنبي بجانب بيراميدز مع بتروجيتا.
واصل النجم المصري عمر مرموش عروضه القوية في فريقه إنتراكت فرانكفورت في البوندسليغا في هذا الموسم، وذلك في مواجهة فريقه أمام بوخوم على ملعب دوتش بانك بارك ضمن لقاءات الجولة 9 من الدوري الألماني. أصبح مرموش أول لاعب في تاريخ إنتراكت فرانكفورت يسجل 10 أهداف في أول 9 جولات في البوندسليغا. قلب ليفربول تأخره بهدف إلى فوز ثمين على ضيف برايتون بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن الجولة 10 من الدوري الإنجليزي الممتاز. واستعاد ليفربول الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي، بينما تجمد رصيد برايتون عند 16 نقطة بالمركز السابع. نهاية أخبار الرياضة من جديد، عود إلى هبة وريهام. شكرا محمد. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن القطاع الهندسي في مصر قطاع رائد، مشيرا إلى أن حركة التطور وتصارعها بصورة كبيرة تفرض على كليات الهندسة والكليات العملية والتطبيقية أن تتواكب مع هذه السرعة في التطور والإنجاز. وقد نوه مدبولي في هذا الصدد خلال احتفالية اليوبيل الذهبي لخريجي كلية الهندسة بجامعة القاهرة إلى دور الجامعة التاريخي، حيث كانت دائما رمزا ومنارة للعلم وعنوانا لتقدم وريادة مصر. حركة التطور وتصارعها بصورة كبيرة جدا بتفرض على الكليات الهندسة والكليات العلمية والتطبيقية انها ايضا تكون بتتواكب مع هذه السرعة الرهيبة في التطور والانجاز. قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالفعل هو قطاع النهاردة كل العالم بينظر له هو قطاع المستقبل، والتطبيقات اللي موجودة فيه لا محدودة، يعني شيء فوق الوصف وفوق الخيال، وكل يوم في تطور وتجديد في هذا القطاع، ايضا كل القطاعات الهندسيه. وبالتالي يعني مره اخرى يعني الحقيقه كل ما تقوم به هذه الكليه العملاقه والرائده هو جهد محمود، ويمكن احنا بنستعين بيهم لغايه هذه اللحظه في العديد من المشروعات الكبيره والعملاقه، من مشروعات تنموية، مشروعات تشييد وبناء، مشروعات في الطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زي ما قلت لحضراتكم، قطاع البترول والثروة المعدنية، قطاعات كلها بتمثل قوام النمو والاقتصاد المصري اللي احنا معتمدين عليه في خلال هذه المرحلة والمرحلة القادمة إن شاء الله. أخبار الطقس ومرة أخيرة مع محمد عبد الله، تفضل محمد. شكرا هبة، شكرا هبة. إلى أحوال الطقس وأبرز درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله. يتوقع خبراء الرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجهة البحرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء، وفي ميالي بيانهم بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على معظم محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 26-19، الإسكندرية 25-19، مطروح 24-17، بورسعيد 25-19، والإسماعيلية 27-15، إلى السويس 26-16، العريش 26-15، طابة 24-18، شرم الشيخ 29-21، والغردقة 30-20، وإلى الأقصر 29-16، أسوان 29-17، الوادي الجديد 28-12، حلايب 27-23، وشلاتين 29-22. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. We'll be right back.
وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة على شاشة التلفزيون المصري، ولا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. مدبولي يتفقد عدداً من مشروعات صندوق التنمية الحضرية، ويؤكد أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بمختلف الصناعات. مصر تؤكد أن جهودها للتوصل لهدنة في غزة تحظى بدعم دولي، وتشير إلى تحركاتها لتشكيل لجنة إسناد مجتمعي فلسطينية لإدارة شؤون القطاع. حزب الله يعلن استهداف 24 موقعاً عسكرياً لقوات الاحتلال، والجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب في بعض المناطق. نهاية نشرة التاسعة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم وإلى اللقاء.